السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاوتي اليوم عندي لكم طريق جديدة على طريق بوقيعة إن شاء الله. اتجاه متاعي إن شاء الله راح لبجية. ربي إن شاء الله يقدرني رب العالمين ونجيب لكم جديد، ورب إن شاء الله يرفع عنا الوباء. اليوم عندنا واحد الموضوع خاوتي، يعني المماهلات متاع الطريق خاوتي. يعني نتمنى منكم ومن السلطات وأي إنسان يعني حوس يدير ممهل لازم يكون محترم، يعني يكون ممهل محترم، ويعني يكون يعني موش واعر بزاف. كاينين والله ممهلات يعني نتأسفوا خاوتي على الممهلات هذو اللي رانا نشوفوا فيهم العشوائية. يعني كاينين ممهلات نتاع استهزاء، يعني كي تشوفهم سبحان الله العظيم، يعني اول حاجه فسدوا الماتريال، ثاني حاجه غطاء الغيار هذا ماهوش دوريجين، يعني المركبات كامله خسرت، ويعني رانا نعانيو. ودروك عاد اللي حوس يدير ريستورون ولا يدير قهوه ولا يدير ممهله قدام دارو عند ربي العالمين مش مليحه والله. كاينين واحد بلايس يعني فيهم يعني ممهلات، الانسان لازم تكون عنده كرامه باش يدير ممهله. الممهل دو دار عنده يعني معيار دولي، يعني الناس تمشي عنه، لازم حتى ويغلط واحد ولا ما يتولاهش ليه ولا في الليل ويجي يعني يدير حادث. انا واحد الوقت كنت نخدم في شركة تاع يقولوا لها الترو نتاع ممهل الطريق، انسان راه كما تدين تدان يعني، وشرطت علينا الشركة قالوا ناخدموا واحد دودانا ممهل. هذه في 2005 نورمالمون، في 2005 ورحنا حنايا مع العمال انا ينفرغ لهم في الاوروبي هذاك، هذا اللي ياخذ الطابي اللي يخدموا به الدودان. اي فرغت لهم نصف فياجه كامله في دودانه وحده، وقاعد نقول لهم عليوها بزاف، الناس راه مش محترمين ومنا، روح يا وقت ورواح يا وقت. اللي يجي يخبط فيها الدودانه هذيك، ودرناها عاليه يعني تسلك فيها الطوموبيل بالسيف، والانسان كما تدون تدان. انا نسيتها خلاص دودانا هذيك، وبدلت من الميتي وليت نخدم في الكاربيرون يعني في الغازوال، وليت نخدم في سكيك دا هذه نورمال مو في صالح بوشعور والله اعلم. المهم وليت نخدم سكيك دا حسي مسعود في الكاربيرون، نخدم في المازوت والليسانس وغير ذلك. جيت نمشي ومعايا مول الكاميون، يا ذاك ساعتي نسوق في واحد الرونو، قال لي مول الكاميو هذاك اتولى راهم كاين الدودانات. قلت له ما كانش، انا نسيت بلي راه الدودانه دايرينها جبل. جيت داير في الفيراج ديريكتومون، جيت داخل في ديك الدودانه نطار قشي، اما كنت نمشي واحد 60 والله. ادخلت في هذيك الدودانه شعره ودرت كارثه، والدودانه هذيك نهار ما خدموها انا يعني كنت حاضر فيها. انسان رايح في الزرده بيتلاح فيه، يعني نحكي لكم هذه على نفسي خاوتي. كي نقزت هذيك الدودانه نضحك، قال لي مول كاين نقز الدودانه ونصت لي كاين ومازالك تضحك. قلت والله نقول لك واحد الحاجه، يعني تضحك عليا. الدودانه هذه نهار ما خدموها انا اللي فرغت لهم لاروبي، راني كنت خدامها كيفاه حكيت له عليها. قال لي ها شفت، ها اللي يخدم اللي يحفر الزرداب يتلاح فيه. وهذه هي الدنيا سلكات، انسان يعني لازم يفكر. هذه احنا كنا صغار، راني يعني الانسان كي يدير حاجه لازم يندم عليها، ولازم يفكر في خاوته، ولازم انا حكيت لكم على الماضي. يعني الناس اي انسان يعني دور يخدم دودان لازم يفكر في خاوته، ولازم يفكر في روحه، ولازم يفكر في المركبات، ولازم يفكر راه كاينه اللي تجي سياره اسعاف، كاينه اللي تجي، المهم كل خطره كيفاش. كاين اللي يجي واحد هز مريض، كاين كل خطره كيفاش تجيك. يعني الانسان لازم كي يخدم دودانه يخدمها. والله كاينين واحد البلديات نسيتهم، يعني فيهم دودانات نتاع استهزاء، يعني نتاع واحد يتمص، يعني سبحان الله والله بريمير المركبه نتاعك شاحنه والله مهما كان. انا والله قادر يعني بالكاميو وعالي وذيك يعني تنقزها نورمال وما يصرى لك والو، بصح الانسان اول حاجه تحافظ على المركبه اللي راك امانه في رقبتك، ثاني حاجه قادر تفريني ساق يدخل فيك واحد. الانسان خاوتي لازم يكون عنده ضمير على قد ما يقدر، لازم يفكر في الناس اكثر ما يفكر في روحه.
وفي كل مكان يعني. وزيد الدودانة هذه وش راح تدير؟ راح تفسد المركبات، راح تدير إعاقة المرور. يعني نتمنى من ربي من 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 سلطات يعني مام كي يديروا دودانة يديروها قدام مدرسة قدام مستشفى، يعني ما يجيوش والله منعرج خطير، والله وجي دودانة محترمة يعني يعني عندها معيار دولي حتى الدودانة. والناس كامل راه تطلب فيها لازم تحدث على الممهلات هذو العشوائية اللي ما عندهمش يعني مهما راه عندها إشارة ومهما، وخاصة الناس كاين اللي ما يعرفش الطريق، كاين اللي الإنسان اللي يعني ما يتولهش، وكاين يعني يكون يتسبب واحد في في دودان ويتقلب ويموت هذاك الشخص، ولات يعني ترجع المسؤوليه المسؤولين. راكم ابائنا وراكم يعني لازم الانسان يفكر في خاطه، حتى هو ثاني راه عنده مسؤوليه وراه عنده سياره وراه عنده راح يعقب على هذيك الدودانه هذيك. الانسان بكري كما كانت العصابه كان يديروا دودانات يديرهم الصباح، يجي الوزير والله يجي الرئيس والله ينحيهم، والعشية يولي ورجعهم. أول حاجة خسائر للدولة واقتصاد البلاد، ويعني والدنيا تفسد والمركبات تروح. نهار ما ينحوا الدودانات هذوك والله يريحوا يومين ولا ثلاث أيام، والإنسان يعني يمشي مرتاح. والحمد لله ذوك يعني راحت العصابة الحمد لله، يعني هذاك الشيء اللي راه اللي كانوا يديروا فيه تاع نح الدودان رجع الدودان، نهار يديروها لك هنا لها تلقى لها هي، نهار عندها إشارة نهار ما عندهاش، يعني تخروطنا في رسانة. كانت بلبلة كانت بكري باش تروح من باركة المسيلة تضرب ساعتين، سبحان الله واحد الدودانات نتاع السيارات نتاع النقل مساكن فزدوا يعني قده من حاجة، يعني خسرت الدرجة يعني ما تصورش. يعني نعدنا الناس كامل عاد مقلقه من هذاك الدودان هذا، وين تروح؟ هضروا عنه الاذاعات، هضروا عنه حتى من الشعب، يعني كاينين اللي ما هداهمش ربي العالمين. اي واحد يتقلق ولا اي واحد يتقاس لولده ولا اي واحد، لازم الدودانه لازم تكون عندها حسابات، لازم تكون عندها معيار، لازم تكون عندها يعني مسؤول اللي يديرها. ما يديرهاش واحد شعبي، انا ما نقدرش نحط دودانة قدام الدار تاعي على جال حانوت ولا على جال بها يحبسوا لي الناس ولا على جال، المهم عندي فيها فايدة هذاك الممهل هذاك. ما ننساش باللي راني راح ندير كارثة، يعني راح نعيق المرور، راح نكسر العطب للسيارات، خسائر للدولة، يعني في كلش. حتى كتعود كاين مع القطاع الغيار هذا اللي رانا نجيبه فيه كامل ماهوش مليح ماهوش دوريجين، يعني يعني كلش مقلد رايحة، يعني يعني لدرجة ما تصورش، يعني الماتريال كامل يفسد، الناس المورال تاعها مش مليح، كاينين ثاني خسائر بشرية، كاين اللي يموت، كاينين اللي يموت ويتقلبوا في الدودانات، كاينين يعني اللي تكسروا لهم مركباتهم، كاين يعني في الدودان ما نحكي لكمش. يعني والله العظيم لازم الإنسان يحس بخاوته، لازم الإنسان كي يخدم خدمة لازم يتقنها خاوتي، ولازم لازم الانسان ما يخليش الناس تدعي عليه بالشر، يعني اللي ينقز هذيك الدودانه هذيك والله يتقلب والله يقول الله ليه تربحوا اللي يخدمها. اول حاجه يبدا بالمسؤول هو الاول، ومن بعد يروح للعامل، ومن بعد يروح اللي حاضرين معاه واللي عاقبوا عليها واللي قابلين بها، ويعني كامل نروحوا في العبس على جالش على جال دودانه ما عندهاش معيار يعني مخصص. خاوتي لازم تولهوا الحوايج كيما هذه، الوباء راه يعني ربي العالمين راه يجازي فينا على فعالنا، راه يعني رانا نديروا في حوايج ما ترضيش ربي سبحانه. لازم الانسان قبل ما نحاسبوا الناس لازم نحاسبوا رواحنا، والانسان تكون عنده ضمير. هذه هنايا مقبره، السلام عليكم يا اهل المدينه، انتم السابقون ونحن اللاحقون. ربي ان شاء الله خاوتي يبصرنا بعيوبنا، استغفر الله العظيم، وربي يبعد عنا هذا الوباء ان شاء الله. خاوتي لازم احترام مسافة الامان بيننا وبين بعضنا، خاوتي لازم نديروا الكمامة، راهي حالة ما تعجبش والله العظيم. يعني يا خاوتي لازم نديروا المعقم، لازم نحترموا حتى اصحاب الحافلات يعني واصحاب المطاعم واصحاب، لازم نخموا على انفسنا ونخموا على على الجزائر، ونخموا على وليداتنا، ونخموا على الامه الاسلاميه. الانسان راه وخاصه الناس اللي راهم مرضى يعني يلتزموا بيوتهم، والله رانا نشوفوا في ناس يعني فيهم كورونا ورام يدوروا ورام يسلموا على الناس، وراه اول حاجه راه حرام، راه الانسان يكون يقيس
واحد وموت هذاك الشخص ولا يكون مريض وراها تولي الروح نتاعو في رقبتك، حتى وانا راه عندي مناعه قويه يعني وراه فيا كورونا نلتزم يعني قادر فينا اي واحد حتى انا قادر نتقاس اي انسان يعني والله رام جبال وريبو نعرف رجال الله يبارك عطالهم ربي العالمين هذيك الصحة والله يومين ثلاث ايام يعني سبحان الله منين تشدوا كان هنا وراح راه يعني الحال خطير لدرجة ما تصورش خاوتي. لازم يعني نحافظوا على ارواحنا اول حاجه، وتحافظ على وليداتك وتحافظ على البلده نتاعك وتحافظ على اهلك. راهم تشور الدنيا كامله، ناس كامله راها تقاست، رانا ما كاينين ناس راهم مقيوسين وما يهدروش، كاينين يعني ناس راهم يعني علاه يعني ما نديروش كيما هكذا. راه يعني راه مسؤوليه كبيره عند ربي سبحانه. الابتلاء هذا راه جانا من المعاصي نتاعنا وجانا من الانس كل واحد الناس كامل غير نفسي الناس متهوره، الناس ما على باليش كيفاش. ربي ان شاء الله يبصرنا بعيوبنا، ربي ان شاء الله يهدينا للطريق المستقيم. خاوتي نقول لكم تهلاو في رواحكم، ما نطولش عليكم. انا الفيديوهات كاينين نهارات على حسب الموضوع اللي راني نتكلم فيه، كاين اللي يحب فيديو طويل وكاين اللي يحب فيديو قصير، كل خطره وكيفاش. ربي ان شاء الله يهدينا وربي ان شاء الله يقدرني ربي العالمين ونجيب لكم جديد. وان شاء الله يا ربي يحفظنا ربي البلاد ويحفظ الامه الاسلاميه ان شاء الله من هذا الوباء القاتل. عاونونا خاوتي بالجام وبالجرس وبالكلمه الطيبه ان شاء الله، وربي ان شاء الله يعيننا ويرحمنا برحمته. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.